بعد زواجه من ابنة أخنوش، نجل أنس الصفريوي رئيس مجموعة الضحى، يقتني قصراً في ميامي الأمريكية ب15 مليون دولار. اقتنى مالك الصفريوي نجل الملياردير أنس الصفريوي رئيس مجموعة الضحى إقامة فاخرة على طراز قصر تطل على جزيرة هيبيسكوس بميامي الأمريكية بقيمة مالية تفوق 15 مليون دولار وفق ما أفاد به موقع ميامي هيرالد الأمريكي. وحسب ذات المصدر، فإن مالك الصفريوي الذي تزوج مؤخراً ابنة عزيز أخنوش، كنزة أخنوش، اقتنى هذا العقار من مصمم مجوهرات معروف يدعى بول موريلي، مشيراً إلى أن القصر يقع على مساحة تصل إلى 2000 متر مربع، وقد بني في سنة 1930 على طراز إقامات البحر الأبيض المتوسط. وأضاف المصدر نفسه أن هذا القصر يحتوي على 6 غرف نوم و7 حمامات ومسبح ورصيف للقوارب، ويتمتع بإطلالة على جزيرة هيبسكوس. لينضاف مالك الصفريوي إلى العديد من أثرياء العالم الذين اقتنوا إقامات في هذه المنطقة. وقال موقع ميامي هيرالد أن نجل أنس الصفريوي الذي يشغل منصب نائب رئيس شركة إسمنت الإطلس CIMAT يرجح أنه سيقوم بهدم القصر أو أجزاء منه وإعادة بنائه من جديد نقلاً عما وصفهم بمصادر مقربة من مالك الصفريوي. هذا وتعتبر عائلة الصفريوي وعلى رأسها أنس الصفريوي من بين الشخصيات الثرية، حيث تقدر ثروة أنس الصفريوي بأكثر من 1 مليار دولار أمريكي، وتعتبر مجموعة الضحى للعقار التي يرأسها من بين أكثر الشركات نشاطاً في بناء العقار في المملكة المغربية. وتم مؤخراً إعلان زواج مالك الصفريوي بكنزة أخنوش، نجلة الملياردير عزيز أخنوش الذي يرأس الحكومة المغربية حالياً، ويعد هو أيضاً أكثر شخص ثراءً في المغرب حالياً بناءً على إحصائيات مجلة فوربس، حيث تقترب ثروته من 2 مليار دولار، متبوعاً بعثمان بن جلون المستثمر البنكي صاحب 1.5 مليار دولار. وكان أخنوش قد تعرض لانتقادات عديدة في السنوات الأخيرة، حيث ينتقد بكونه يخلط بين السياسة وأنشطته الاستثمارية الاقتصادية، بالرغم من أنه استقال من مناصبه في شركاته التي يملكها، حيث استبعد كثيرون أن يفرق عباءته السياسية وجلبابه الاقتصادي الاستثماري.